اصدقائي ومرحبا بكم من جديد في قناة امل كيتشن. اليوم غادي نصاوبوا عصير جد صحي ومفيد وهو عصير الشمندر او ما يعرف بالبربة بالدارجة. وهذا الشمندر كما نعرفه هو نبات، من فوائده الى خدينا غير كاس ديال الشمندر او الباربا او ما يعادل العدد الكبير من الفيتامينات كالاي والبي والسي وكذلك الكالسيوم والحديد. والشمندر كنصحوا به الاطباء خصوصا المرأة الحامل لانها كتعرض بزاف للتعب في فترة الحمل. ومن وباش نصابوا هذا العصير ما كنحتاجوا الا 4 حتى 5 ديال البربات او الشمندر مسلوقين منقيين ومقطعين دوائر، وكذلك غادي نزيد عليهم عصير الحامض اللي هو ديجا مشري ومصاغب، عصير الحامض مع بنكهه التوت. غادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها في الخلاط الكهربائي حتى تخلطوا مزيان ونشوفوا الشكل ديالو كيفاش كتجي لا تيكستور، وانتم على حساب على حساب التكستور اللي بغيتو، يا يعني اما جاري اما شويه بحال السمولي. العصير ديالنا هو هذا، هذا هو الشكل ديالو. غادي نجيبو معلقه باش تشوفوا عما قرب كيما التكستور ديالو. هو يجي بحال السمودي، ولا نتوما كتبغيوه جاري بزاف يزيدوا شويه ديال عصير الحامض او الماء. وكما ذكرت انا ما درتش معاها السكر او لا شي حاجه باش تحلى. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش انكم تشاركونا بالتعليقات ديالكم، وما تنساوش انكم تشاركوا في قناه امل كيتشن للمزيد من العطاء وكذلك الوصفات. Thank you so much for watching and I hope you guys like the video and don't forget to subscribe to our channel and like, share and spread the love. Bye.